بدبلوماسية كبيرة حاول رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش توجيه سهامه نحو حكومة عبد الملك سلال، لكن بعيدا عن التشخيص والبداية مع الفضائح التي فجرها الوزيران عبد الوهاب نوري وبختي بالعايب حول لوبيات الفساد. أملي أن هذا التضارب أو أن هذا التناقض في التصريحات لا يعبر على هشاشة داخل الحكومة، لأن الجزائر في حاجة إلى حكومة قوية وإلى رجال مسؤولين، لأن الحكومة هي أداة الدولة في تنفيذ السيادة الوطنية. الانتقادات الضمنية لرجل الإصلاحات كما يلقبه الكثيرون تمحورت في الأساس حول الانسجام داخل الطاقم الحكومي. الذكاء اللي يعنينا بالدرجة الأولى هو الذكاء الجماعي، هو انتليجنس كوليكتيف. سي إذا كان دوز انتليجنس بصح يبقى با ترافاي انصومب، يا بلو دانتليجنس، يا ان بروبليم، يا ان بروبليم، اون ناريف با ا ميتر لي انتليجنس انصومب. سا سي كان ترافاي بوليتيك. وغياب الرقابة والحساب لا سيما على المؤسسات جزء من الإشكالية كما يرى حمروش. ما كانش واحد اللي يقول له اسمع جيب الواحد تاعك، وين راهي لا كونطابيليتي تاعك، وين راه الريجستر دو كوميرس تاعك، وين راه لي بيان تاعك، وين راهم هادو، وين محطوطين هادو، وين اي سون نوت لو نوتير، وين راه لاك نوطاري تاعك. ما كانش مشكل كبير هذا. حموش الذي بدا متشائما حلال التدخل الخارجي والاوضاع الاقتصاديه وحتى السياسيه في البلاد ظل وفيا لخطابه التقليدي حول ضروره انخراط الجيش في السياسه، كما تجنب الدخول في الجدل حول إصلاحات الوزيرة بن غبريط التي اكتفى القول بخصوصها أن الإصلاحة قد تكون جيدة، لكن عدم الإيمان بالقضية قد يتسبب لا محالة في الفشل.